حياتنا حب شوق وحنين إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين إن شاء الله دايما تامين ولامين. من البداية في تحرك مريب خلف المدافعين، كما قلت أعيد وأكرر، تاريخ المريخ مع الكونفدرالية حافل بمواسم أعلاها في 2007. إذن هنا بداية وانطلاقة وتحديد مسار للوصول للمجموعات. أقول نفس الكلام وأعيد نفس الخط بعد ذلك للأحمر لجماهيره التفكير في القادم والقادم هذا الموسم. ننشد بطولة، ننشد كأس، ننشد بكل الأمان والأمنيات والتطلعات لفريق سوداني ما دمنا مشاركين والفرصة موجودة مع ثلاث فرق سودانية تؤدي وتمر إن شاء الله للقادم. الهلال بدأ أمس بانتصار 2-0، البعض تحدث عن الفوارق عن الأهداف، لكن في كأس الاتحاد الأفريقي في مباراة أفريقية 2-0 أيضا رق صعب. إذن نتمنى للمريخ للأحمر اليوم أن ينتصر وبوفرة في الأهداف تريح البال في الرجوع إلى أرض البفانة بفانة. إذن كرة مع اليوبارتس منقولة أمامية مقطوعة من جانب سفاري، عميد الدفاع العائد لمركز قلب الدفاع النابض في المريخ اليوم بجواره باسكال، على يمينه بلة كالعادة وعلى يساره موسى زوم. أيضا كرة ملعوبة، دوار مهمة جدا لخط الدفاع. هذا الفريق استطاع أن يدون يسجل أهداف كثيرة جدا من 6 مباريات لعب فريق الفهود في مشواره للوصول لهذه المرحلة، استطاع أن يسجل يدون يكتب 12 هدف. إذن الآلة الهجومية أيضا موجودة بالنسبة لهذا الفريق، لكن تاريخ واسم وقدرة وطموح لاعب المريخ اليوم إن شاء الله تمنح الغلبة والتفوق. كرة ملعوبة للأمام، تعويل كبير على التحرك الهجومي، على الظهور بلياقة بدنية عالية في موسم توقف، في لحظات توقف عموما انطلاقة من جانب فريق ليوبارتس. مدال المريخ يبحث عن الرسم، التشكيل، السيطرة في أرضية الملعب ممتازة على الجهة اليمنى، معكوسة والتدخل مقطوع الكرة من هاري نيراندا. خلص كرة رجعت لفيصل موسى، اعتماد كبير اليوم في الظهور، في الصناعة، في الإبداع والإمتاع، في تقديم الهدايا للمهاجمين. أدوار كبيرة منتظرة في صناعة اللعب. هذا الإشكال أتمناه أن يزال بهذا التشكيل. قدم المريخ إعدادية رائعة جدا أمام الإسماعيلي، تمنى في الرسمية اليوم ظهور ممتاز كبير للأحمر على غرار موسم 2007، يمضي للنهائيات، يمضي ويقاتل مع رفقائه لبطولة لهذا البلد. كرة منقولة تتحول لجونس ساكواها، محاولة المرور من جانب ساكواها، التدخل من جانب كينغستون انكاتا. فريق الفهود السوداء، فريق ليحاول طبعا من خلال الموسم الممتاز كان في بطولة الدوري في الأسافة في جنوب إفريقيا، لكن استطاع أن يمر إفريقيا ويتقدم إفريقيا في غيابه محليا ووجوده في المركز 14. إذن هي البدايات، بدايات جسنط، بدايات تحسس مواضع الأقدام. المريخ حتى الآن لم يفرض الأسلوب والكلمة، نتمنى أن يجد المفتاح ريكاردو وأن يقدم كل لاعب ما عنده في هذه المباراة، يسعد هذه الجماهير الحاضرة والمتواجدة في ملعب استاد المريخ. كرة منقولة تتحول فريق تافي باندا، العودة من جانب باندا لتوماس ماديمبا، يلعب كرة أمامية، احتمد دائما على التمريرات، على نقل الكرات ككرة جنوب إفريقيا، منتهى الخطورة كرة على الجهة اليمنى والتمرير، لكن في راية، في راية حاضرة من تامر ديري المصري في الانطلاقة اللي كانت موجودة على الجهة اليمنى في بداية المشوار لهذا الفريق. مونجيزي بوب حاول يتقدم، دوري قوي جدا، دوري
جنوب افريقيا في الدرجه الممتازه. كره ملعوبه من جانب موسى زوما، يلعب كره لكالتشي لكن ايضا تعود مقطوعه من جانب بونغيزي، يلعب الكره يتحرك على الجبهه اليمنى موسى زوما، مطلوب عمل الكره الان باسكال في التغطيه، وباسكال ممتاز اما كورته، كره مرت امام باندا، رميه تماس لمصلحه الفريق المريخي، اهداف امل منشود، كره ملعوبه باتجاه باسكال سفاري قلب دفاع المريخي، العوده لنفس الرسم القديم والتشكيل القديم. اذا ريكاردو بطموح جديد في هذا الظهور، ينقل كره لمصلحه المريخ والانطلاقه، محاوله المرور بجانب موسى الزوما لكن ايضا في تغطيه دفاعيه، اتياني مابوندا غطى كورته، ملعوبه رميه تماس من موسيس كوينا فريق اليبارت، كره ملعوبه الامام لكن محاولات التدخل بالراس، كره منقوله للفريق الجنوب افريقي، محاولات استخلاص الكره والاستخلاص من جانب ساكواها، مرت الكره لفريق الفهود يحاول عكس الهجوم والتقدم للامام لكن كره مرت وتحولت برميه تماس، حاول ان يدخل في اجواء لعب يعني تكتيك فكرة احترافي ان ينقل التمريرة والكورة في اول 10 دقائق ربع ساعة، يحيد الجماهير، يريد ان يغير ايضا ويقلب معنويات الفريق المريخ، فكر من المدرب تصنداي تشيزينوا لكن محاولة للمرور ومرور ناجح من الخطير، ينقل كورة والكرة تعود ايضا للفريق الجنوب افريقي، الفوت تتقدم على الجهة اليمنى، يعكس كورة، الانتباه، يا الله يا الله، بدينا بضغط الاعصاب، كورة في منتهى الخطورة من جانب الفريق البادي، نركز اكثر من فريقنا اكثر من المريخ في اللحظات، هفوات دفاعية بالجملة، هفوات دفاعية بالجملة، يلا يلا في البداية الكرة مع بلا جابر، ينقل كرة امامية لكن ايضا في تدخل وكرة مقطوعة من جانب دياري ما بوندي، كرة مرت رجعت لنصر الدين الشغيل بوجود الباشا والشغيل وايضا السعودي، اعتقد انه 3 لاعبين بادوار قوية جدا في ارتكاز في دفاع كرة الامام، جا كليتشي العمل مطلوب لكن كليتشي يتمهل وبالتالي يفقد الكرة، تتحول للفريق الجنوب افريقي المنظم جدا، ينقل كرة في منتهى الخطورة على الجبهة اليسرى من كينغستون، انقطع لكن الكرة مرت وتحولت لرمية تماس لمصلحة فريق المريخ، لابد أن ينتبه المريخ للمحاولات الجادة في بداية هذه المباراة بالنسبة لفريق بلاك ليوبارت، كرة ملعوبة تتحول سعيد السعودي، يلعب الكرة، يمشي الكرة لجوناس ساكواها، ساكواها في محاولة للمرور والمراوغة لكن هومفري كوزا خلص الكرة لفريق الفهود، كرة ملعوبة للأمام، ينقل كرة، محاولة للاعب الكرة الهجومية هي طابع موجود عند هذا الفريق وبالتالي محصلة أهدافه تدل على أنه فريق يلعب للأمام، حتى الآن يلعب كرة لكن أيضا مقطوعة مريخية، بل الجابر الجهة اليمنى، أحمد الباشا في مشوار مع ساكواها، انطلاقة ممتازة للمريخ لكن ساكواها أكثر من لازم، الكرة مرت من جوناس وتحولت لرامية تماس، كرة على قدمك الباشا، لاعب كرة على قدمك أنت متقدم، لابد أن تستفيد من عوامل كثيرة جدا، نقل الكرة عكس الكرة سريع، بناء الهجمة السريعة العامل المطلوب، كرة للأمام بالرأس مقطوعة تتحول لمصلحة ليوبارت، منقولة أمامية لكن سعيد يمشيها لبلا جابر، بلا جابر يمارس أيضا مع ملامح البداية الضغط على حامل الكرة الفريق الجنوب افريقي، الكرة الآن وانطلاقة من جانب باسكال، يلعب كرة لموسى زوما، محاولة المرور من جانب موسى لكن في تغطية وفي ضغط على موسى زوما، الكرة مرت وتحولت لرمية تماس، كليتشي وصنوة سدد كرة عالية، كليتشي بالقدم اليمنى، كرة مرت وتحولت لضربة مرمى لمصلحة فريق ليوبارت، شوف المحاولة والتسديدة من مسافة بعيدة مرت
بالراس كرة ترجع للخلف لباسكال. باسكال مشي الكرة مع بلا جابر. بلا جابر يلعب لأحمد الباشا. الباشا في مشوار على الجهة اليمنى يعكس كرة الباشا، لكن التدخل أيضا من جانب موسيس كوينا حول الكرة تمر لبلا جابر. قتالية من جانب بلا يلعب الكرة، تخلصت من جانب فريق ديوبارت لكن تمر وتتحول لرمية التماس لمصلحة المريخ. البدايات وحمى البدايات، كرة عالية في وسط الملعب، جماهير مشكلة حضور، بادرة أيضا طيبة من مجلس الإدارة يسمح بالمصاطب الشعبية بالمجان، وبالتالي دعما للفريق، دعما لمشوار اللاعبين، وبالتالي عمل مطلوب من اللاعبين من ريكاردو في هذه المباراة بكل تأكيد لإسعاد القاعدة الجماهيرية الكبيرة المريخية المنتظرة والمتطلعة الآملة والحالمة، واللي تطلق العنان للطموح وتتطلع لما هو بعد هذه المرحلة. أقول بكل أمانة مرحلة عبور المكرر، لكن قوة المنافس وحضور المنافس وواقعية المنافس أيضا لابد أن نضع في الحسبان كل الاعتبارات، ولابد أن نعمل بجد واجتهاد والتسديدة. أوه حلوة يا باشا، حلوة يا باشا، كرة فيها مباغتة، فيها مفاجأة، كرة مرت على يمين حارس المرمى أنزوديري، كرة كانت ممتازة، واللقطة كانت من أحمد الباشا، من أحمد الباشا اللي سدد بالقدم اليوم. كرة عالية للأمام بالرأس، يمر الكرة لفيصل موسى، يلا فيصل موسى ينطلق على الجبهة على حدود منطقة الجزاء. فيصل موسى أسرع الآن، مرر الكرة يا راجل، الكرة ملعوبة للباشا، الباشا مرة أخرى يحاول التسديد لكن اصطدمت هذه المرة لتعود، لكن في تغطية وفي تأمين من جانب باسكال، وباسكال يتحصل على المخالفة في الدخول الأخير في اللقطة الأخيرة. نصر الدين الشغيل، مرور من الشغيل، يلعب كرة لفيصل موسى، ممتاز المرور ومحاولة التمرير، لكن أيضا التدخل والكرة مقطوعة للأمام من توماس مادينبا. سكواها يغاتل، يعود جوناس، جوناس يستخلص الكرة، الزامبي يلعب الكرة لبلا جابر، انطلاق من جانب بلا والتمريرة لكن زايدة شوية، مرت وتحولت لرامية التماس. رامية التماس، أيوة بهذه الطريقة تتحرك الجماهير، تتحرك الجماهير، والكرة أمامك، فرصة لكليتشي والتدخل من جانب هاري نيراندا، حول كرة أمامية بالرأس مقطوعة هذه المرة، تعود من جديد، ملامح الحركة والضغط والعمل المطلوب، تحرك الجماهير والقاعدة وكل من يشاهد هذه المباراة. كرة الآن منقولة، محاولة للتمرير مرت وتحولت لرمية تماس، رمية تماس لفريق بلاك ليوبارت. إذن مرور اللحظات والدقائق الأولى في هذه المباراة، مباراة المريخ في هذا الدور في هذه المرحلة مكرر، انتظر العبور وكل الجماهير تنتظر عمل كبير من جانب اللاعبين ومن ريكاردو. كرة مع فريق ليوبارت، توماس مادينبا على التنفيذ، يلعب كرة أمامي خطيرة، خطيرة الكرة، خطيرة، يا الله يا ستار، كيف هذا اللاعب في سياحة وحده داخل منطقة الجزاء المريخية، يعني أشياء تجنن. كرة مرت وتحولت لتكون رمية تماس، في شرود واضح حتى الآن في خط الدفاعي، لكن يتمنى أن يتماسك وأن يعود وأن يدخل في أجواء اللغاء بكل قوة. كرة تتحول، منقولة من كينغستون، يمشي كرة للفريق الجنوب أفريقي، محاولات للمراوغة والتقدم والاستحواذ، ينقل كرة في مكان خالي، كرة خطيرة أيضا من مونجيتو، يعكس الكرة، خطيرة يا الله، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، هذه لحظات سيئة جدا في عمر المباراة وفي خط الدفاع. أبراهما لابد أن يتكلم، ريكاردو لابد أن يتحرك الآن، الآن فقط، كرة ملعوبة في وسط الملعب الآن، الانطلاق من جانب الشغيل، يلعب كرة لأحمد الباشا،
في انطلاقه نصر الدين، يعود لموسى زوما، موسى زوما على تنفيذ خاطئ. شوف شوف الروح، سلم الكره بكل سهوله، رمي التماس، بيلعب كره لنصر الدين الشغيل. نصر الدين في محاولات، شوف الحلول والضغط والانتشار التكتيكي من جانب الفريق الجنوب افريقي، فريق واضح من خلال هذه الدقائق انه فريق منظم وفريق تماما يجيد اللعب التكتيكي، لكن ما زال امامنا الوقت لنتسيد المباراه. كوره ملعوبه، انطلاقه وحلوه والتسديده لكن بعيده، هذه بعيده من احمد الباشا. ثالث محاوله، الاولى كانت جيده، الثانيه اصطدمت، والثالثه كانت بعيده بعيده من جانب احمد الباشا اللي مرت وتحولت لضربه مره مع زون ديني انفا حارس مرمى فريق بلاك يوبارت. كره ملعوبه مباشره على الجهه اليسرى مع فينسنت، مرت منه بلا جابر يلعب الكره. هذه اللقطه الصعبه جدا اللي مرت وكره على الطائر، احمد الباشا لو كلم يعني كان ممكن تكون احلى، لكن فيصل موسى الان، فيصل يلعب كره لموسى الزوما، الزوما كره معكوسه، محاولات بالراس لابعاد الكره تعود لمفاها، يلعب كره للامام، محاوله لكن مقطوعه من جانب اسكال، والانطلاق الان من جانب فيصل موسى. فيصل موسى يفقد كورته في الضغط والتغطيه الموجوده من موسي سكوينا، مشي الكره موسي سكوينا، التدخل من جديد عن طريق موسى الزوما، تمريره في العمق لكن ايضا مقطوعه، ترجع من ريخيه عن طريق فيصل موسى، فيصل موسى في ضغط ولكن المتابعه وتدخل الدفاع، الكره تقطع وتتحول من جديد لتعود لمصلحه المريخ عن طريق موسى الزوما، مرور اول ناجح، ممتاز، الكره معكوسه لكن على راس المدافعين، الان تخلصت، الان ترجع موسى الزوما، لكن موسى في المحاولة الأولى والثانية، الثالثة مرت، يلا معلش خيرة في غيرة، كرة تتحول وتعود الآن لمصلحة. تشوف المحاولة الأولى لو كان في المعكوسة في دقة، كرة كان ممكن تشكل خطورة على فريق ليوبارس. الآن انطلاقة من جانب جرع السكواها، يعود بالكرة وممتازة التمريرة لفيصل موسى، يعكس كرة لكن على أقدام المدافعين، ومع كان في راية في تسلل، راية والتسلل، قول المريخ يحتاج للهدف الأول في هذه اللحظات، وبعد ذلك تتوالى المسألة، تركيز دفاعي مطلوب، عنوان بارز وواضح من جانب خط دفاع المريخ، لابد أن يكون على أعلى درجات الاستعداد، بعد ذلك نرمي بالسلاح الهجومي، فكر في المعركة الهجومية بالأوراق الهجومية والتقدم للأمام لاصطياد الفهود السوداء. كرة ملعوبة تتحول، كرة لفريق ليبعر، تعود من جديد في صراع على الكرة، مقطوعة من جانب باسكال، باسكال التمرير والحل في المقدمة، الكرة مع كليتشي، حتى باسكال متقدم، ارجع باسكال، كرة تتحول على الجهة اليمنى، بلا جابر، بلا جابر في مشوار يعكس كوره ويسدد كوره، واللقطه ايضا فيها محاوله، فيها جديه، فيها روعه، انت العب يا بلا، الجماهير ستشجع من نفسها. كوره ملعوبه والتسديده بالقدم اليمنى امامك، واحده مرت، مرت للمريخ ايضا، كره ملعوبه الان تتحول في وسط الملعب، يعود بلا جابر في السيطره والتمرير، الكره ملعوبه لفيصل موسى ولكن خاطئة، مقطوعة من جانب فريق ليوبارتس، يعني مابوندا يلعب الكرة الموسس في رجوع للخلف، تمريرات ومحاولة لتهدئة الأوضاع، ومن ثم تقدم للأمام، الآن كرة منقولة تتحول ممتازة، فيصل موسى يلا في ارتداد سريع، الشغيل واحدة من مشاكلنا دائما البطء في التحول الهجومي في عكس الهجوم، انطلاقة خطيرة
ملعوبة للأمام بومفري كوزا، لكن موسى زوما يعود في التغطية والاستحواذ من غير تسرع، من غير تسرع. التمريرة ممتازة لجوناس ساكواها، الحل الفردي والمهارة، مطلوب المهارة في هذه اللقطة، لكن ساكواها خارج الشبكة. حتى الآن، حتى الآن أقول جوناس بعيد، كرة ملعوبة تتحول ترجع للفريق الجنوب إفريقي، وانطلاقة من الجهة اليسرى، محاولة للمشوار في السنتي، تعود الكرة لمصلحة فريق المريخ، منقولة اللمسة، محاولة التمرير، يعود بالكرة للشغيل في حصار، لكن الحصار بالإيجابية. كرة ملعوبة الآن للأمام بالرأس، سهلة مقطوعة من جانب خط الدفاع، تتحول الآن في انطلاقة لإدغارد، الكرة مرت، تعود دفاعية مريخية مع باسكال في لحظات صعبة، لحظات شد في هذه المباراة. المريخ التقدم مطلوب، يلعب الكرة للأمام لجوناس ساكواها، الضغط على فريق ليبارت يولد الأخطاء، لكن بتركيز يا موسى. كرة ملعوبة لباسكال، يلعب الكرة لجوناس ساكواها. جوناس أنت تنتظر، بطيء جدا في هذه اللحظات. كرة تتحول وتمر لتكون رمية تماس مع موسى زوما. يلا موسى ننتظر الهدف الأول كما تنتظر هذه الجماهير الهدف الأول. كرة ملعوبة للأمام مقطوعة من جانب هاري نيراندا، ترجع كرة مع باسكال على الجبهة اليمنى. بلا جابر يمرر كرة، أحمد الباشا الشغيل، محاولة تمرير لكن في تدخل، كرة مقطوعة أيضا، صافرة من جانب حكم اللقاء محمد عاشور المصري، يشير إلى خطأ لمصلحة الفريق الجنوب أفريقي الفود السوداء. كرة تبدأ من الجهة اليمنى، منقولة من جانب كوينا لفها، يلعب كرة أمامية خطيرة في الإسناد، محاولة التقدم، الله، التسديدة قوية وردة الفعل، معالم المباراة، أحداث اللقاء واضحة على البدلاء. طبعا في ملامح خطورة شهدناها من هذا الفريق، فريق واضح أنه فريق ما سهل، لكن على المريخ عمل مطلوب في خط الدفاع وفي قوة هجومية. كرة الآن أمامية، كلاتشي لكن بالرأس، مقطوعة من هونفري كوزا، يقطع الكرة لاعب رقم 4، يلعب كرة للأمام تمر وتصطدم وتتحول لرمية تماس لفريق ليوبارت. كرة ملعوبة تكتيكيا صعبة حتى الآن هذه المباراة. كرة تتحول على الجهة اليسرى من مونجازي بوب، هي كرة مونجازي كينغستون، يلعب كرة في منتهى الخطورة، شوف وين الشروط في هذه التغطية. كرة باسكال حول كرة للأمام لتعود من جديد لمصلحة فريق المريخ. كرة ملعوبة الآن لكليتشي أوسونوا، يمشي كرة كليتشي باتجاه أحمد الباشا، الباشا في صراع المرور، في صراع العبور، يلعب كرة للخلف لموسى الزومة، تحضير الكرة نصر الدين الشغيل، وكرة ممكن يا باشا، كرة، يا حرام عليك، ماذا تفعل كليتشي، ماذا تفعل في هذه الكرة؟ أحمد الباشا كان بإمكانه أيضا أن يسجل مباشرة في المرمى، لكن حول كليتشي، وكليتشي بصورة غريبة رأسية أضاعت منه الفرصة الأولى والهدف الأول الذي يضيع بهذه الصورة أمامك. برأي البسيط المتواضع، أحمد الباشا كان بإمكانه أن يسجل، كليتشي أيضا كان بإمكانه أن يسجل، لكن كرة مرت وتحولت أخطر فرصة في هذه المباراة لفريق المريخ، تتحول الآن لليوبارت، محاولات للتقدم للأمام سفاري، لكن التمريرة خاطئة، في محاولات من جانب بلا جابر، تعود الكرة، محمد علي سفاري ينقل كرة أمامية، لكن التدخل من جانب هونفري كوزا، متابعة دفاعية
إرسال كرة عالية تحولت مريخية. لابد أن يتحرك الفريق أكثر وأكثر. كرة لمصلحة المريخ. المريخ لمرة في الكونفدرالية لمرة على فرق كبيرة في هذا الدور. لابد أن يستعيد الذكريات والانتصارات. بعد ذلك كرة لكليتشي يلعب الكرة. محاولة من جانب جوناس لكن مخطوفة الكرة لتعود بالرأس أيضا تتحول وفي صافرة في خطأ لمصلحة فريق ليبارت. والكرة الآن هي لحظات الاحتياج للهدف. الجماهير تشجع. الصافرات موجودة. الطبول والمزامير أيضا. كرة منقولة في وسط الملعب الآن تحولت إلى أمام عن طريق جوناس ساكواها. يمشي كرة ممتازة ممكن تصف هذا الفريق الفريق الأصفر الجنوب أفريقي بأنه بثغرات كبيرة جدا في خط الدفاع وبأيضا بخطورة هجومية حقيقية موجودة. إذن وضحت بالنسبة لريكاردو وبالنسبة للاعبين من خلال صورة الدقائق الأولى. كرة واضحة أن هذا الفريق ليس صعب المراس في خط الدفاع. يمكن أن يغتالوا المريخ في أي لحظة ولكن لديه طلعات هجومية نقلات هجومية خطيرة جدا. هذه هي مصدر القلق ومصدر أيضا الخطورة في هذا الفريق. ونفهم أنه من 6 مباريات سجل 12 هدف أي بمعدل هدفين في كل مباراة. كرة من قول الأمام بالرأس تتحول مقطوعة لفريق الفهود. يتحول الآن المريخ عن طريق جوناس ساكواها. ماذا تفعل ساكواها؟ الله يهديك. كرة تتحول ضربة مرمى. ضربة مرمى لمصلحة فريق داك ليوبارتس في الأثناء. لاعب من الفريق الجنوب الأفريقي موجود على أرضية الملعب بجوار خط الملعب. لم ينتبه حكم المباراة وأيضا ولا الزملاء اللاعبين ولا الفريق الآخر طبعا موجود في أطراف الملعب. كرة منقولة الآن مريخية في محاولة للتقدم. كرة مع السعيد. السعيد السعودي. كرة منقولة مريخية. باسكال يلا أسرع للأمام. الانطلاقة من جانب باسكال. تحول في أقدام اللاعبين مع موسى الزومة. ينقل كرة موسى والتحول بالكرة لكن الكرة أيضا في خطأ وخطأ أيضا كان من فيصل موسى لكن منح الحكم الصالح على اعتبار أن الكرة مع فريق ليبارت. تعود من جديد فيصل موسى. انتباه من هذه الكرات ممكن فيها بطاقات صفراء. الكرة الآن منقولة لفيصل موسى. سد تسديدة من فيصل موسى عالية والكل يتابع ويشجع. الكل والمرأة المريخية حاضرة في الملعب تؤازر وتساند الفريق. جماهير موجودة وحاضرة وكما قلت الدور الجماهيري جيد حتى الآن. أتمناه طبعا أقوى وأكبر بالمزيد من الصيحات مزيد من الأهازيج لهذا الصغة في هذا الفريق الجنوب أفريقي. كرة منقولة الآن مريخية ممتازة في العمق. يلا كرة فرصة يا راجل. بتضيع فرصة بتضيع فرصة. هدف هدف ثاني بضيع يعني في أولى ضاعت وفي لقطة ثانية. كرة الآن مع موسى الزومة. المرور والكرة مرت. ماذا يحدث؟ غياب كبير في التركيز وكرة كان بالإمكان أن تكون بكل هدوء يعني سدد الكرة واصطدمت من جانب كليتشي في هومفري كوزا. ضاعت فرصة أكيدة. كما قلت لك هذا الفريق يمكن أن تقتاله في قلب الدفاع. يمكن أن تضرب هومفري كوزا موسي سيكوينا بكل سهولة. فقط إن وقفنا تقدمه وزحفه في المقدمة الهجومية. محاولة ياسين يوسف. التأمين من ياسين وبداية الهجمة والانطلاق مباشرة عن طريق موسى زوما. يلعب كرة في وسط الملعب الآن منقولة لكن تعود أيضا لمونكيتو لكن أيضا خلص باسكال
باسكال، كرة للشغيل، موسى زوما يلعب كرة لفيصل، مرر كرة ممتازة لأحمد الباشا، يعكس الكرة لها فرصة، فرصة يا راجل يا راجل، وانت في خط ما فيش، كرة ملعوبة الآن على الجبهة اليسرى، أحمد الباشا حول كرة ولكن أيضا مقطوعة من جديد، فرص بالجملة ضاعت، كان يمكن أن تحسم الدقائق الماضية لمصلحة المريخ، الآن بتضيع وتتحرك لضربة مرمى لمصلحة فريق هبات. شوف لا يمكن أبدا الاستقبال، يعني التحضير البدني يبدو أنه غير جيد بالنسبة لجوناس ساكوا، وبالتالي حتى الآن لم يدخل في فورمة الكورة، لم يدخل في فورمة هذا اللقاء. الكرة الآن من جانب كاليتشي، أتمناه أن يعود. كرة ملعوبة بالرأس تتحول الآن، تعود لمونجيزي، بوب في التمريرة في وسط الملعب، شوف في انتشار في محاولة التقدم، لكن ممتاز سعيد خلص الكرة. الكرة الآن مرت باتجاه فيصل موسى، لاعب كرة لكليتشي، التحول من جانب أحمد الباشا، مرور كرة معكوسة، لكن المعكوسة بعيدة، تتحول لضربة مرمى لمصلحة فريق بلاك يوبارت. الفريق الجنوب أفريقي حتى الآن متعادل مع المريخ في ملعبه وسط جماهيره. طبعا النتيجة بالنسبة للمريخ لابد أن تكون حاسمة من هذا الملعب. لننتقل ونتنقل للجنوب أفريقيا بكل راحة وكل أمان، صافرات جماهيرية تستعجل حارس المرمى أزونديني، فها كرة تمر لجوناس ساكواها، الكرة ملعوبة الآن خاطئة من موسى زوما في محاولة الضغط على اللاعب هومفري كوزا، لكن أزونديني فها حارس المرمى، خلصت الكرة الآن، محاولات التقدم لكن كرة تعود لمصلحة المريخ، فيصل موسى خاطئة من جديد، خاطئة، يعني ذهبت هذه الرياح، يجب أن تغتنم تماما، يجب أن نستفيد من هذه الثقرات. محاولة التوهان، محاولة انطلاق الآن بكل سرعة، خطيرة الكرة، حاول أن يمر على سف، لكن باسكال ممتاز، باسكال كبير في اللقطة الماضية، خلص الكرة، أراح الأعصاب في التقدم الخطير للفهود السوداء، كرة ملعوبة الآن، محمد علي سفاري، كرة لموسى، كرة مع موسى زوما، سرعة الحل الهجومي، الرسم، الخطأ الممنوع، الانطلاقة مرة أخرى من جانب فريق بلاك يوبارس، لكن في تغطية ممتازة، سعيد عاد ورجع وأمن كرة مرت للأمام، والتحول الآن كليتشي، فيصل موسى يلعب كرة على الجبهة اليمنى، في راية، في تسلل محتسب، والحكم يعود للخطأ حتى قبل التسلل، هو منح الصالح، لكن في حالة مرور الكرة ووجود الراية رجع واحتسب. عموما كرة ملعوبة مريخية، فرصة جميلة، الكرة بتضيع من كلتشي، بالجملة الأخطاء الاستهتار أمام المرمى. المريخ كان خلص بأربع أهداف، أقول بكل أمانة، الآن انطلاقة على الجبهة اليسرى لمونجيت، يلعب كرة أمامية في محاولة، لكن ياسين يوسف استغلوا هذا الدفاع، سجلوا في هذه اللحظات، كرة منقولة تتحول الآن لفيصل موسى، يلعب الكرة الباسكال، كرة ممتازة، ساكواها، فرصتك، أين تذهب وتبحث في هذه اللحظات، الكرة ضاعت وتحولت بالتالي لضربة مرمى لفريق ليوبارتس. مش ممكن أعود في المرور الأول، لكن الكرة، التداخل أكثر من لاعب، لست وحدك، بالتالي الكرة مرت والكرة ضاعت وتحولت، كرة عالية الآن، عالية رأسية تتحول في وسط الملعب، موسى زوما يمرر الكرة لسعيد
السعودي. الكرة على الجبهة اليمنى، بلة جابر مع فيصل موسى في محاولة، يتحصل فيصل موسى على الخطأ، والكرة لمصلحة المريخ. خطأ من الجبهة اليمنى، مش ممكن، ضاعت عديد من الفرص، عديد من اللحظات، عديد من اللمحات، حس أن المريخ قريب جدا من أنه يسجل، ولكن التعامل بالكرة لم يكن بشكل جيد. أتمنى أن يتغير، أتمنى أن نركز، أتمنى أن نحرز الهدف. الكرة عالية والرأسية مرت لتجد أحمد الباشا في محاولة، في صراع، رمية تماس لمصلحة المريخ، تماس ملعوب. محمد علي سفاري يلعب كرة لموسى، بلة جابر كرة لجونس سكواها على الجبهة اليمنى. يلا سكواها عوض ما فات، كرة عالية، حارس المرمى انفاها، صد الكرة، فرصة. هذا التوهان الغريب، هذا الحال الغريب، هذا الدفاع، دفاع واضح أنه لا مرتبك، أنه مرتبك. يجب أن نستغل هذه الفرصة، نلعب على أخطاء. يا راجل حرام عليك يا راجل ماذا تفعل؟ من الكورة ومن جنون الكورة ومن عذاب الكورة، لكن يلا، الأمل موجود والأمل يظل باقي في لحظات كبيرة كثيرة في هذه المباراة. كرة منقولة تتحول الآن لمصلحة فريق المريخ. جونس سكوا يلعب الكرة للشغيل، لمسة بتتمرر في محاولة من جانب سكواها للشغيل، نصر الدين يسدد كرة، اصطدمت، تحولت ضربة ركنية. ركنية والاستغلال واجب في هذه اللحظات. الضربة الركنية المريخية، بلا جابر يلعب الكرة، فيصل موسى حاول المرور لكن رجع التماس. اللاعبي طبعا الفريق الجنوب افريقي، لاعب فينسنت اسكاني. رمية التماس الآن ملعوبة لمصلحة المريخ، عالية بالرأس، مرت الكرة لكن إبعاد دفاعي، تعود لموسى زوما في مراوغة أولى، في محاولة تسديدة، تأتي بالضربة الركنية، ركنية للمريخ برغم محاولات أزوندين انفاها. يلا ألعب الحارس، ولكن الكرة بتسرع أيضا ضاعت وتحولت الآن لرمية التماس. رمية التماس لمصلحة المريخ في مباراة غريبة الأطوار. فرصة، سدد، العارضة تمنع وتتمنع، كرة ملعوبة. يلا في محاولة رأسية مقطوعة، تعود من جديد في محاولات الوصول للمرمى، الكرة مخطوفة والكرة مبعدة من جانب ليوبارتس الجنوب أفريقي. شوف الفريق يعني مع الضغط، مع التقدم المريخي، الدفاع كأنه استسلم. يلا كرة ملعوبة للأمام من جديد، راسية تعود، والتمرير الخاطئة لكن في خطأ، والبطاقة الصفراء منتظرة في هذه الأثناء. بالفعل بطاقة صفراء، موسيس كوينا في تدخل مع موسى أسوما، والفريق يجري التبديل. زولو سينزل بديلا، لاعب رقم 21 سيغادر سريعا. شوف الكرة الحلوة، الكرة الملعوبة، هذه يمكن تسميها كرة ممتازة. اللاعب كينغستو من كاتا غادر، ونزل زولو في التبديل الأول، يبدو أنه تبديل اضطراري بإصابة. كرة ملعوبة الآن، عالية مريخية، عالية، فرصة، جول. نصر الدين الشغيل يسجل للمريخ
استريك فور سيدي مريخ ريكاردو. هذا ما نريده، هذا ما نبحث عنه يا أخي. عذبتمونا في الفرص الضائعة، كورة كانت عالية والرأسية هدية، خطأ في توقيت وتقدير حارس المرمى، لكن ممتاز الشغيل، ممتاز في المتابعة، ممتاز في تكميل الكورة، أخير للكورة في الشباك، أخير للكورة في الشباك. هدف أول للمريخ، هدف أول ينشد الهدف الثاني وينادي على الثالث ويتمنى ويحلم بالرابع في هذه المباراة لننهي المسألة. خلصوها من أم درمان، خلصوها من هذا الملعب واستريحوا في جنوب أفريقيا. مباراة ستكون تذكارية المريخ لو نجح في استغلال الفرص بالجملة اللي ضاعت أمامك، ضاعت أمامك بالجملة. لكن يلا ما دام الهدف جاء، الثاني ممكن والثالث ممكن، كرة ملعوبة، الانتباه فقط في الخط الدفاعي وبعد ذلك التركيز في الخط الهجومي. موسى زوما حركت المعنويات، حركت الجمهور، كرة بالرأس ملعوبة، سكواها ضاعت منه. يلا يا بلة، يلا يا بلة، بلة بلة على اليمين، يعكس الكرة والرائعة الرأسية، لكن الدفاع يتدخل، يبعد الكرة، نصر الدين الشغيل يرجع بكرة ممتازة، موسى زوما هيا كرة والرأسية الثانية. آه الثانية ضاعت، الثانية ضاعت والكرة ضاعت. أحلى الكرة بهذه الفرص، أحلى الكرة بهذه الأهداف، أحلى الكرة بتحرك الجماهير وتحرك الملعب. لا تضيع أهداف سهلة ولا تتكاسل أمام منطقة الجناء، يعني في لحظات صعبة مرت في هذه المباراة. كرة ملعوبة أمام إيران، محاولة للتقدم والكرة تمر وتتحول للرمية التماس، رمية التماس لفريق بلاك ليوبارتس الجنوب أفريقي. ملعوبة الكرة، المحاولة للمرور للأمام عن طريق انفاع، لكن في تدخل مريخي، استغلال العوامل المطلوب. يلا يلا نلعب على هذه الصحوة الجماهيرية. فيصل موسى، الانطلاق من فيصل، يلعب كرة الأمام، يمر فيصل موسى، ينطلق، ولكن في تدخل، في تدخل، وحكم المباراة اعتبر التدخل عادي. الكرة ذهبت لضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة فريق بلاك ليوبارتس. في تدخل في اللقطة الماضية، تابع والمرور واللحظات الشد والجذب في هذه المباراة. صافرة من عاشور، لا تنحب شوق وحنين، إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين، إن شاء الله دايما كمين ولامين، بيتنا حب شوق وحنين، إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين، إن شاء الله دايما كمين ولامين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم، العودة من جديد الى ملعب استاد المريخ. هذه المباراة شوط اول تابعته، شاهدته، انتهى بتقدم مريخي بهدف سجله الشغيل. اذا ننطلق عبر مساحة وايضا عبور الشوط الثاني في انتظار المزيد من الاهداف، في انتظار ايضا المزيد من الحلول المطروحة والمقدمة والوصفات من ريكاردو وابراهوما. إذن في انتظار تبديلات وفي انتظار جودة في الأداء عبر الشوط الثاني لحسم هذا الشوط الحسم، ونحتاج لحسم فريق بلاك ليوبارتس. كرة منقولة لبلة جابر، بلة في مشروع تقدم، يلعب الكرة ومقطوعة، تخلصت مباشرة بجانب فينسنت إسكاتي. كرة ملعوبة ممتازة لبلة، وحاول عكس الكرة، تمر لفيصل موسى، فيصل موسى، الضغط
الضغط والكرة تعود من جديد. معكوسة الآن في محاولة رأسية خلصت من جانب هومفري كوزا، تمر لمصلحة فريق يوبارتاكي أيضا مقطوعة من جانب باسكال المريخ. والشوط الثاني سيناريو مطلوب. يلا يا بلة تحرك ممتاز لكن يا أخي العكس التمريرة يا أخي، بذلت مجهود. إشارة كانت ممتازة لباسكال والتقدم والتمريرة كانت أجمل من الإيفواري الأفضل في الشوط الأول بتحركات إيجابية أيضا مسنود من سعيد السعودي. إذن نتمنى أن يرتفع مستوى اللاعبين، أن يرتفع مستوى العطاء. كرة ملعوبة لفيصل موسى، فيصل موسى يلعب كرة أمامية باتجاه كليتشي أوسون ولكن في متابعة وتغطية دفاعية موسي سيكوينا. الكرة مرت وتحولت لضربة مرمى. حارس المرمى أزونديني انفا على تنفيذ ضربة المرمى لبلاك ليوبارتس، فريق الذي يلعب هذا الموسم مباراة السابعة من خلال رحلته ومروره، فريق الجنوب إفريقي، فريق استطاع أن يتجاوز موتور أكشن أيضا سانت لوبوبو الكونغو ووار وولفز في نيجيريا. كرة ملعوبة الآن للأمام تعود من محصلة 6 مباريات لهذا الفريق، استطاع أن ينتصر في 3 لقاءات ويتعادل في مباريتين، خسر مباراة وحيدة، إذن سجل طيب يعتبر في المشاركة لهذا الفريق. كرة ملعوبة للأمام بالرأس مقطوعة في وسط الملعب، تعود الكرة للفريق الجنوب إفريقي على الجهة اليسرى. محاولة تقدم الجانب وانجيسو يلعب كرة لزولو لاعب البديل، زولو يلعب كرة في وسط الملعب، شوف في محاولات وفي انتشار، في محاولة أيضا للتقدم أنه يلعب ويميل أحيانا لطريقة هجومية خطيرة. أين الراية في تقدم خطير جدا لمونجيزي بوب، لكن في تسلل سليم. الفريق اللي حصد 12 هدف، سجل 12 هدف في 6 مباريات واستقبل الشباك 8 هدف، هذا أيضا يعطيك مؤشر، يمنحك قراءة أنه الفريق في خط دفاعي ليس على ما يرام ولكن يلعب على القوة الهجومية. لذلك أوقف هذه القوة الهجومية وألعب بقوة على إحراز الأهداف في دفاع فريق بلاك ليوبارتس. كرة ملعوبة، خطأ منافس من جانب هومفري كوزا، ينقل الكرة هومفري كوزا، منقولة جبهة اليسرى لكن أيضا في تدخل والكرة تمر وتتحول مباشرة لفريق بلاك ليوبارتس على الجبهة اليسرى، معكوسة في منتهى الخطورة. كرة خطيرة هذه توقف القلب، كرة في غاية الصعوبة مرت. هذا الأمر الواضح أنه فريق طموح جدا وفريق يمتلك خط هجوم مميز يستطيع أن يخلق مشاكل لهذا الرجل ريكاردو، لكن الشوط الأول تمنى أن يكون ريكاردو استطاع أن يقف على كل حال. الآن كرة منقولة وسريعة، أحمد الباشا، التمريرة يا باشا لو كانت قدم الزميل لرجل الزميل في هذه المنطقة ممكن هدف أكيد. كرة تحولت لرمية تماس، طموحنا بكل تأكيد يتعدى هذه المباراة، لكن واقع التفكير الآن نحن نريد المرور في هذه المرحلة الأولى بالنسبة لأنديتنا، بعد أن نمر للمجموعات بعد ذلك نطلق العنان للطموح والأماني، والأماني كبيرة والطموحات لا تحدها حدود. الآن كرة منقولة عالية، محاولة بالرأس تتحول مباشرة وتصبح لتكون رمية تماس، تتوق الجماهير كوب دولا كونفدراسيون أفريكا، تتوق وتشتاق الكونفدريشن كاب بالإنجليزي، تتوق وتشتاق
يا جميل يا جميل، هذه البيدية اللي تضرب عمق الدفاع. قلت لك واسمع كلامي، قلت لك واسمع كلامي، كلمتك واسمع كلامي، همسي ترانيمي حديثي، هذا الفريق تمر من عمق الدفاع. الآن هدف ثاني، الآن هدف ثاني، ريكاردو ريكاردو، أقول لك بتحفيز الفرسان، بتحفيز الفرسان، الفرسان يجب أن ينتصروا في هذه المعركة. كابايروس استانجراندو لاباتايا بالأسبانية يا ريكاردو، وأنت تفهمني جدا. كرة في الشبكة، هذا الثاني، هذا الثاني، ولابد أن يكون مدبوع بثالث لنطلق العنان للأفراح، لنحسم الفريق الخطير المحترم هجوميا واللي فيه ثغرات دفاعيا هنا في هذا الملعب، في هذا الملعب. يلا استغلال العوامل النفسية، الباشا ضرب الضربة الثانية، من يظهر، من يتعملق، من يكون كبير ويضرب الضربة الثالثة ليفرح ويسعد، يطمئن وتنام هذه الجماهير سعيدة. كرة منقولة على الجبهة اليمنى في محاولة تمر وتمر وتتحول لمصلحة المريخ. المريخ اللي بدأ وانطلق والآن العجب سينزل. ممكن مع هذه الثغرات اللي شاهدناها في الشوط الأول، الله يفيصل عجب إذا كان في يومه على أقل تقدير عنده هدفين. كرة منقولة ملعوبة الآن لجميلة أمامية، لكن أقرب لحارس المرمى، أقرب لحارس المرمى. انطلاقة مباراة أصبحت الآن مشتعلة، استغل هذا الحماس، العب على حماس جماهيرك، لا تهدي الإيقاع، مرر كرات متقنة وكرات مميزة وكرات سليمة لتصل بكل سهولة ويسر هذا المرمى. كرة ملعوبة مع تغطية من جانب موسى زوما، مرت الكرة وتحولت، والآن يأتيك فيصل العجب، القائد الكابتن فيصل مكان فيصل، وفيصل في تبديل مع فيصل، فيصل موسى يترك مكانه لفيصل عجب. ويتولى قيادة الفريق بامتياز. 1-2 رائع، حلو جميل، وصل للهدف الثاني للعجب. الآن الكرة، اللمسة الأولى لفيصل العجب، يلعب كرة سكواها، ما زلت أبحث عنك يا جناس، ما زلت أنتظر منك يا جناس. رمية تماس ملعوبة لفيصل العجب، يلعب الكرة الشغيل، لمسة لفيصل العجب مع نصر الدين الشغيل صاحب الهدف الأول، أحمد الباشا. الآن هذا، هذا المطلوب، كرة عالية والرأسية، يا راجل يا راجل كن سباق، الصافراتك الصافرات، والكل على أعصابه يريد الهدف الثالث، يريد الهدف الثالث في هذه المباراة. كرة تمر وتحول لضربة مرمى لفريق بلاك نيوبارتس. شابولاس أيضا إلى داخل الشباك، كابولاس نابسولا إلى داخل الشباك جنوب إفريقيا. الخلط، خلط اللي كان موجود ما بين السكان الأصليين لهذا البلد. كرة ملعوبة الآن تتحول على اليمين، كرة منقولة لأحمد الباشا والرأسية، لكن مرت، مرت تحولت في هذا الضغط، يمكن أن تأتي بالهدف الثالث. كرة مريخية ملعوبة، محاولة لكن مرت من جناس سكواها لأحمد الباشا. شوف الآن، الآن تدريب، الآن تدريب، كرة على الجبهة اليمنى، بلا جاب الركز في التمرير، يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا، الهدف الثالث.
شبو عمال يبكي وبعض الجماهير. اه يا الفرحة، اه يا الفرحة، اه هذا بالذات يا باشا جميل يا باشا. خلت لك والان الان تدون وتكتب في التاريخ، تكتب لابناء افريقيا للفهود السوداء. الان بثلاث اهداف، والان التقدم بثلاث اهداف، الان ثلاثية مريخية من ثلاثة طالع. حساب مريح، الحساب مريح والمعطيات مريحة. الكورة الكورة ابتسمت عبد الرياض ثاني. يلا كملوا الجمال، كملوا اللوحة المرسومة، كملوا هذه التحركات الجميلة الرائعة. هذه الجماهير التي تنتظر وتنتظر وتهلل وتكبر وتصف، كل تأكيد سعيدة. الآن افرحوها في هذا اليوم، في هذه الأمسية. انتصار يستمر وانتصار يدوم. والتفاري يلعب بالكرة، يمر الكرة مريخية. خلاص هذا الروح، الروح الآن أصبحت الفهود الحمراء وليس في هذا الملعب. يلعب كرة في تمرير للشغيل، محاولة لحق الكرة. الفريق الجنوب الافريقي ده وصل هذه اللحظات، انه في لحظة، في لحظة اول بعد الهدايا التي ضاعت. لا فيصل عجب يلعب كرة، لو مرت كليتشي، لو مرت كليتشي كان في الانتظار، وسولوا كان في الانتظار. يلا سكاهد حرب الكرة الآن، ثلاث أهداف مريخية وجميلة وملعوبة. الفريق الجنوب إفريقي الآن في رحلة معاناة في هذا الملعب، في رحلة معاناة في محاولة التمريرة أمامية. كليتشي وحاول الوصول للكرة، فريق تاكتي بارس، لكن ياسين يوسف، ياسين يوسف يصطاد الكرة، يصطاد اللقطة. ياسين حارس المرمى المريخ في لقطة الهدف، وفي لحظة استمرارية هذا الأداء في التدخل. طبعا كل متابع لا يتمنى هناك إصابة لياسين يوسف، على اعتبار طريق العودة والجاهزية أكرم الموجود أيضا، والمتابع أيضا من إصابة. إذن في كل لحظات المباراة، إذا كانت المباراة كبيرة وكانت الطموحات كبيرة تتعب وراءها كل الأقدام المريخية. هذا الهلال انتصر بالأمس، المريخ الآن في طريق الانتصار بالتوفيق لنمور شندي. ودعونا نستعيد ذكريات الأفراح ونسجل حدث تاريخي، التواجد في المجموعة السودانية الأفريقية في الكونفدريشن كاب في هذا الموسم، في هذا العام. بعد ذلك خرجنا من الأبطال نبحث عن كأس، الكأس في الكونفدرالية يعوض، خلاص يعوض. وأقول وبكل أمانة نحتاج لأن نفوز ببطولة. نتذكر الآن البطولات، ونتذكر مريخ مانديلا في 89. المسافة طالت والرحلة طالت، نريد أن ننشط الذاكرة، نريد أن يعود المريخ لسابق عهده ويدون ويسجل الكأسات. نريد أيضا من العملاق الهلالي أن يدون ويكتب في سجله في هذا الموسم الإفريقي، بعد أن استعصت عليه كثيرا. كرة ملعوبة الآن في وسط الملعب، التحول لوسط الملعب لكن مقطوعة من محمد علي السفاري، والتمريرة على الجبهة اليمنى. سكواها جناس، ينطلق سكواها، سكواها محاولة البحث عن ركلة الجزاء. وشوف التفاعل، والكل متفاعل والكل على أعصابه. خلاص هدوا يا جماعة، هدوا يا جماعة. ثلاثة أهداف جميلة، انتصار جميل، نريد أكثر صح، ولكن يعني فضل كبير. حتى الآن أتقدم بثلاث أهداف على ليوبارت. كرة ملعوبة بالرأس تتحول من محمد علي سفاري، تحولت لرامية التماس، رامية التماس. كرة عالية بالتأكيد، محاولة للانطلاق الآن وسط الملعب. كليتشي في لمسة
التبادل عجب يلعب كرة يلا برر اتجاه جونس سكواها وسكواها ما زال يعني الجاهزية ليست 100%. جوناس الوقت أمامك والأيام أمامك والفرص أمامك لتعود أكثر قوة. الآن يتحرك ريكاردو ويخرج جوناس ساكوا. جوناس ساكوا عموما فريق منتصر والمعنويات مرتفعة، وبالتالي ريمي ماسل أديكو سينزل الإيفواري في المقدمة بديلا للزامبي. كرة ملعوبة لوسط الملعب، محاولات لتقدم الجانب فريق بلاك تيو بارتس في سينت إسكاني. ينقل الكرة ويلعب كرة لتياني مابوندا، كرة خطيرة جدا مابوليسا، لكن الكرة مرت وتحولت مباشرة لتكون ضربة مرمى مع ياسين يوسف. ضربة مرمى والانتظار كرة ملعوبة تتحول في وسط الملعب، تعود لتاكيو بارت. التقدم وتمرير ايضا فيصل العجب، خلص كرة فيصل يلعب الكرة مع مصعب عمر امامية باتجاه كليتشي وسونوا. التقدم الجانب كليتشي في متابعة دفاعية، كليتشي الحل الفردي يلعب كرة، لكن الاندفاع مجانب مصعب عمر والكرة طالت مباشرة وتحولت لتكون ضربة مرمى مع أوزونتين انفع. شوف مرر الكرة لمصعب عمر، حاول ياخذ الكرة لكن قادم من الخلف مندفع، وبالتالي الكرة ضاعت وتحولت لتكون ملعوبة للأمام بالرأس، ملعوبة وسط الملعب مخطوفة من جانب تافي باندا. الجبهة اليمنى الآن توماس ماديبو، العودة للخلف، أحيانا تمر فترات هدوء غلبة تكتيكية أحيانا في تمريرة على الجهة اليمنى، انطلاقة من جانب الفهود السوداء. بلا جابر، محاولة استرادية لكن خسر الكرة، رجع صحح الخطأ أمام مابوليسا لاعب اللي نزل بديل في الجبهة اليسرى لفريق لاكليو بارتس. محاولة تقدم الآن وصافرة من جانب حكم اللقاء حمد عاشور المصري، يحتسب الخطأ لمصلحة فريق لاكليو بارتس. سيناريو مع تقدم الدقائق يجب أن يكون بملاحظة أولى، هي أن نحافظ تماما على الشباك ونسعى لأن نسجل هدف رابع. كرة ملعوبة عالية خطيرة خطيرة، مرت الكرة خطيرة كرات الجنوب إفريقي. كرة الآن ملعوبة لكن خاطئة كانت من مصعب عمر، تعود من جديد محاولات الضغط من جانب كليتش أوسونوا، لكن استحواذ من جانب هاري نيراندا. نيراندا يعكس كرة أمامية بالرأس من جانب باسكال، مشي الكرة لموسى الزومة، أداء ممتاز من جانب باسكال. تمريرة لكن مرت وتحولت لرامية تماس، تعود ملعوبة مباشرة من جانب فريق ليوبارت. يلعب الكرة لكن مقطوعة أمامية في محاولة الدخول في الصورة من جانب أديكو. ريمي الكرة تمر، استحواذ من فيزنت إسكاني، يلعب الكرة للأمام والتقدم الآن، تمريرة أمامية لبابوليسا لكن مقطوعة من جانب سعيد، ممتاز سعيد السعودي يعكس هجوم سريع. فيصل العجب يلعب كرة لأديكو، أديكو مع مصعب عمر، خليها لمصعب، كرة مع أديكو الآن
اديك يحاول يسدد كرة زحفة زحفة لكن عند حارس المرمى اوزن ديني مفا. كرة بتمر في وسط الملعب الان والانطلاق للامام لكن عودة وايضا استخلاص. بلا جابر بامتياز التمريرة لسعيد السعود يلعب الكرة لاديكو. يلا اديكو دخول في الصورة. اديكو في محاولة للمرور بالكعب ممتازة البلا جابر والكرة المعكوسة لكن تعود في تغطية كان دفاعية الان. رمية التماس لمصلحة المريخ. كرة بتعود للشغيل تحويل لموسى الزومة يبدأ مع مصعب الجبهة اليسرى لكن أيضا تعود الكرة واستخلاص تياني مابوندا. كرة تمر وتتحول لرمية تماس للمريخ. تماس ملعوب كرة باتجاه فيصل عجب يمر الكرة للأمام لكن أيضا الكرة مرت. انطلاق من جانب إسكاني والتقدم للأمام في مشروع في محاولة لفريق يوبارت. تقدم للأمام لكن الكرة مرت في صافرة أيضا والتدخل. خطأ الآن لمصلحة الفهود السوداء. مونكيزي باب كابتن لاكس بيوبات. كرة ملعوبة كرات المقوسة خطيرة من هذا الفريق الآن تمر وتتحول مباشرة لتكون رمية تماس. مونكيزي من جديد محاولة لعكس كرة يلعب كرة خطيرة التقدم ولكن مرت وتحولت لتكون ضربة مرمى مع ياسين يوسف. ضربة مرمى مرور المريخ اللي شارك الاعتبار من العهد القريب من 2004 طبعا بالشكل الجديد لهذه المنافسة. يعني في احصائيات مريخ استطاع ان ينتصر في 17 مباراة في مشوار كأس الاتحاد الافريقي في الكونفدريشن كاب. خسر 15 لقاء وكرة الآن منقولة في هفوة ومحاولة الآن خطيرة الكرة. يا الله يا ستار الكرة في المرمى حذرنا وقلنا وتكلمنا أكثر من مرة أنه هذا الفريق خطير. جيك 3-1 نتيجة أيضا فيها مفارقات أكثر من هفوة وأكثر من كرة في خطورة هذا الفريق يمتلك. قلت خطورة هجومية شو ممكن يكون اللاعب وحيد يمر في العمق الدفاعي وحتى بعد إخراج ياسين الكرة ما في تغطية دفاعية بالتالي كلفتنا هدف. أقول بلغة الحسابات يعتبر فيها يعني 2-0 أفضل من 3-1. كرة منقولة الآن بالرأس على الجبهة اليسرى محاولة جانب بلاك يوباز. تقدم الآن من بلة جابر خفاض بعد البداية القوية أيضا في الشوط الثاني لكن خفاض في معدل اللياقة البدنية واضح. عدم استمرارية النشاط أثر بصورة أو بأخرى على فرقنا من خلال ظهور الأمس وظهور اليوم. عدم استمرار المنافسة فترة الراحة عموما إذا كان الفريق في مباريات تنافسية الإعداد مهما كان والإعداد مهما على شأنه لا يعوض أبدا استمرارية في مباريات تنافسية. لكن لذلك قلنا أن هذه المرحلة هي الأصعب. نمر من هذه المرحلة بعد ذلك يمكن أستعيد التوازن والقوة ونستعيد الرجوع. كرة الآن في وسط الملعب منقولة من جانب فينسنت إسكاني ينقل كرة للأمام محاولة للتقدم. باسكال والخطأ الآن كرة ملعوبة للأمام. فريق عنده طموح عنده حلول هجومية يعني يلقوا الكرة الهجومية ويحاول حاول أكثر من مرة في فرص عديدة ضاعت بصراحة ولكن
تسجيل هذا الهدف، ربما منحه أيضا الشعور بالكرة. ماذا يحدث في هذه اللقطة؟ ماذا يحدث في هذه اللقطة؟ حكم المباراة والهدف الثاني عزيزي المشاهد، صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق ما يحدث من دفاع غريب الأطوار، غريب الأطوار، كرة في الشباك مرة أخرى يا محمد سليمان، مرة أخرى كرة ملعوبة تتحول، ومحاولة حتى ياسين صدم الكرة في اللاعب، وبقدرة قادر تحولت المباراة من انتصار عريض مريح 3 أهداف إلى انتصار غريب 3 أهداف مقابل هدفين. الآن تعود الروح لفريق بلاك ليوبارتس بكل تأكيد من هفوات قاتلة دفاعية، ضيع دفاع المجهود الكبير المبذول، كرة تتحول لتكون رمية تماس، رمية تماس مع بلة جابر، لكن غضب بكل تأكيد في المدرجات، الآن كرة ملعوبة عالية ومن حق الجمهور، أقول بكل صراحة من حق، كرة الآن مع كليتشي، تعود الكرة للخلف، محاولة بالرأس من جاري باسكال، يلعب الكرة لموسى زوما، الجبهة اليسرى انطلاقة من جانب فريق المريخ، يلعب كرة عالية ولكن في متابعة دفاعية، كليتشي والمحاولة، مرت الكرة وتحولت لرمية تماس بعد أن قلنا ورددنا وتحدثنا، لكن هذا هو الحال، حال الواقع كرة القدم، واقع الأخطاء القاتلة اللي نبهنا كثيرا، تحدثنا في الجانب الدفاعي وربما تحدث أيضا الاستوديو التحليلي، وأنه الهفوات الدفاعية دفاع فقط لو يكون مركز، لكن وين التركيز؟ غاب التركيز. الآن هذا واقع حادث أمامك في هذه المباراة، أنه فريق بلاك ليوبارتس استطاع أن يعود ويسجل هدفين سريعين، قلب موازين النتيجة المريحة، قلب موازين نتيجة المباراة. شوف الخف يعني خطأ أول من جانب باسكال، وخطأ أيضا من جانب ياسين في إخراج الكرة على جسم اللاعب المتقدم للأمام، وبالتالي هدف في أكثر لاعب بإحصائية في هذه المباراة بعيد عن مستواه الحقيقي مع الكرة، مع استغلال الهفوات اللي كانت موجودة في المقدمة، الآن فرصة محاولة لإضافة هدف ولكن تمر الكرة لحارس المرمى وتتحول في لحظات، يعني لا يمكن أن تضيع منك المباراة في لحظات قاتلة في وقت المباراة تمضي إلى نهايات، لكن هذا هو الواقع وهذا الحال، كرة تتحول الآن، نصر الدين قدم فريق في أرض وسط جماهيره يصل ل3 أهداف دون رد، شغل نصر الدين، فيصل عجب يلعب الكرة، بلة جابر مقطوعة، ما بيلوس الآن صبح يطمح في أكثر، الفريق الآن الجنوب أفريقي محاولة تقدم للأمام وعلى حدود منطقة الجزاء، لما لا وهو يجد الطريق سالك أمامه لمرمى ياسين يوسف، أخطاء بالجملة، غاب التركيز الآن يا بلة، خلاص غاب التركيز من الجميع، كرة اصطدمت وتحولت لتكون رمية تماس، كرة ملعوبة الآن تتحول تمر وتصبح رمية تماس من جديد، تماس مع فيسنت إسكاري، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولات طوعة من جانب فيصل عجب، فيصل عجب في تقدم للأمام، كرة ملعوبة أمامية حتى أديكو، أيضا الجاهزية، الجاهزية الإعداد واضح تماما،
واضح تماما. 4 دقائق الآن مضافة. رمية تماس فينسنت سكاري يلعب كرة أمامية في محاولة، كرة مرت وتحولت لرمية تماس من جديد. التماس ملعوب للأمام وكرة منقولة في محاولة للمرور جانب فريق داكليو بارتس، مازال يحتفظ بالمحاولات والجرأة الهجومية حتى مع تقدم الوقت ومع تغير النتيجة. كرة ملعوبة للأمام أن تنتصر وتتقدم بثلاث أهداف وتفقد البوصلة وتفقد هذا الانتصار، يعني ليس نهاية الدنيا صحيح، ولكن صعبت المسألة والمهام على لاعبيك، لكن يظل المريخ موجود في البطولة ويظل الأمل في معالجة الأخطاء أن يلعب في المباراة القادمة. الآن تحول خطير أيضا، تحول خطير ولكن في ضغط، وياسين يوسف أبعد الكرة تكون عالية مع فيصل عجب، حول كرة البلة جابر، وبلة جابر يلعب مع فيصل عجب. فيصل عجب محاولات، كرة تحول جبهة اليمنى، بلة جابر يعكس كرة بلة لكن مرت من جانب كريتشي أوسونوا، حولت لتيابي مابوندا لتكون كرة راجعة مباشرة لحارس المرمى ياسين يوسف. كان الحديث من فضة، فالصمت وعدم التعليق هو من ذهب. كرة ملعوبة للأمام، بالرأس ملعوبة ترجع لي فريق ليوبارت. زولو تمريرة ما بوليسا الكرة مرت وتحولت لتكون رمية تماس. ياسين يوسف إرسال كرة للأمام بالرأس من جانب أديكو، يلعب الكرة ل موسى زوما، كليتشي في محاولة أخيرة لكن أيضا مقطوعة من جانب نيراندا. كرة في محاولة للمرور، إبعاد محمد علي سفاري في تدخل وفي خطأ من زولو، خطأ لمصلحة المريخ. كرة ملعوبة في محاولة للتمرير والتقدم، ترجع لياسين يوسف يلعب كرة أمامية في محاولة مقطوعة. فيصل العجب يلعب الكرة البلة جابر، وبلة جابر إرسال كرة أمامية باتجاه كليتيوسون، ولكن أيضا في تدخل والكرة مقطوعة من جانب موسي سيكوينا لتنطلق للفريق الجنوب افريقي في دائرة السنتر. ومعها اتت مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان صافرة حكم اللقاء تنهي هذا السيناريو بهذا الشكل الغريب. عموما المريخ يبقى في المنافسة، عليه ان يعمل يستعيد القوة والتوازن ويلعب على هذا الانتصار ليلعب مباراة قوية خارج ملعبه في جنوب افريقيا. We'll be right back.